بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني الخص بعض الاشياء. حقيقه اجتماع مهم جدا، صار عده ايام كل الدوائر تجتمع واحنا ايضا نجتمع لان الموازنه شيء مهم جدا بالنسبه الى المواطنين بالنسبه الى البلد وبالنسبه الى الاقتصاد. الموازنه هي مو بس ادراج ارقام. الموازنه هي فلسفه. الموازنه هي نظريه كيف تعمل الدوله خلال فتره معينه. إذا كان في الموازنة خلل، سيكون هناك في الاقتصاد خلل، وهذا الخلل سيرتد على كل شيء، على العمالة، على الخدمات، على التقدم الاقتصادي، على المشاريع، على الصحة، على التعليم، سيرتد هذا الخلل على كل شيء، إذا لم تكن هناك فلسفة في الموازنة، معناتها نذهب إلى موازنة أرقام، مصفوفات أرقام لا معنى لها، ويتم التعامل معها خلال السنة.. بشكل اعتباطي اللي عنده مصادر ضغط يقدر ياخذ بعض الاشياء اما البقيه ما يقدرون يحصلون وبالتالي الدوائر الماليه ما تقدر تتصرف بشكل صحيح وسنه ورا سنه يزيد هذا الخلل مما يوجد عوائق اساسيه امامنا حتى المخلص حتى اللي فاهم شغله يصبح عاجز عن اداء عمله حاولنا ان نصد لامور كثيره حتى نرجع نخلي الموازنه على سكه حقيقيه لذلك نذهب وبدءا من هذه السنه ستكون بدايات موازنه المشاريع والاداء حيث تحاسب كل وحده ماليه على ما تنجز فعلا مو ما ما ينفق لها فعلا وانما المخرج الحقيقي المطلوب منها سواء كان رقمي او وزن او اي خدمه معينه محسوبه بالطريقه العلميه تحسب به في مثل هذه الحالات يكون هناك شيء محدد للمحاسب والمراقب وهذا ايضا ينسجم مع البرنامج الحكومي اللي ايضا يتابع ويراقب الوحدات الماليه هذا يسمح لمجلس النواب بالمراقبه هذا يسمح للشعب بالمراقبه وبالتالي نبدا نشكل موازنه كما في بقيه دول العالم نستطيع فعلا ان نستخدمها كاداه اقتصاديه حقيقيه لتحريك الاقتصاد وكاداه ماليه ونقديه تتحرك بها ضمن هذه البارامترات من هذه المعايير حتى نقدر احنا اه نشتغل بطريقه علميه صحيحه احنا تناقشنا وقلنا ان هناك اولويتين ان نزيد الموارد للخزينه خصوصا الموارد غير النفطيه ووضعنا عده حلول لزياده موارد غير نفطيه واعتقد حلول عمليه وتم العمل عليها خلال الفترات الماضيه والان نحاول ان ندخلها في الموازنه حتى تكون حلولنا حلول صلبه اساسيه مستدامه وليس حلول مجرد حلول ترقيعيه. فزياده الموارد للخزينه هو هدف لا احد يتصور ان زياده الموارد الخزينه مو هدف. لكن هذا الهدف يجب ان لا يصطدم وخصوصا الموارد غير النفطيه. الموارد النفطيه حقيقه عواملها مو دائما بايدنا احنا نقدر نقرر قد ننتج لكن ما نقدر نقرر قد السعر ما نقدر نقرر الاسواق شلون راح تتصرف ما نقدر نقرر المنافسين شلون راح يتصرفون هاي كلها عوامل مو بايد المنتج فبالتالي ستبقى ميزانيتنا قلقه وحياه الناس ايضا قلقه لان احنا ما مسيطرين على هذا العامل الاهم لدينا زياده الموارد غير النفطيه خصوصا ما يسمى في القطاعات الحقيقيه الزراعه، الصناعه، الخدمات، اي قطاع حقيقي نقدر نطور نفسنا به حقيقه هذا هو الهدف وهي نسبه تحسب الان نسبتنا جدا ضعيفه في هذا الاتجاه، النسبه يجب ان تتغير دائما لصالح القطاعات غير النفطيه. الان يعني 90% من موازنتنا ويجوز اكثر اذا اريد نتكلم في ما يشتق منها هو ياتي من الموارد النفطيه فشلون نقدر ننزل اكثر فاكثر ان تاتي موارد الدوله من قطاعات حقيقيه غير نفطيه الان نسبه النفط في الناتج الوطني الاجمالي حقيقه مرتفعه جدا زيان قد تكون 60% ايش قد نقدر ننزل اكثر في ما شكل النفط مع العلم احنا زيادة القطاع النفطي يعني هذا زياده نقصان وزياده نسبيه وليس مطلقه في المطلق نريد الموارد النفطيه تزيد لكن في النسبيه تقل مقارنة بالقطاعات الحقيقية التي يجب أن تزداد في الناتج الوطني الإجمالي. إحنا ما نريد يعني هاي الأولوية في الخزينة أن تصطدم بأولوية أهم، أولوية تقوية الاقتصاد. تقوية الاقتصاد خصوصاً نمو الناتج الوطني الإجمالي، خصوصاً فرص العمل. يجب أن الاقتصاد يصبح أولوية. أحياناً قد نضحي بموارد إلى الخزينة إذا كنا نشوف ان هذه ستنشط مواردنا الاقتصاديه الوطنيه وهذه فلسفه اقتصاديه في العالم كله يتبعوها زي مثلا يسوون سمات السياحه مجانا حتى ملايين السواح ياتون الى البلد وما سياتي من موارد مباشره وغير مباشره راح ميزان المدفوعات قد لا يعزز الميزان التجاري يعزز ميزان المدفوعات وميزان المدفوعات يعزز اقتصاد البلد وبالتالي الضرائب غير المباشرة ممكن أن تنعكس إيجابا على الخزينة وبالتالي نستفيد الاقتصاد الوطني استفاد والخزينة استفادت فالفلسفة المعمول بها أعتقد سابقا كانت تشدد فقط على الخزينة لا تأخذ بنظر الاعتبار أولوية الاقتصاد يجب أن نعطي أولوية الاقتصاد الديون العراقية ازدادت أيضا تناقشنا بالديون وكيفية السيطرة عليها الديون العراقية ازدادت سواء كانت ديون داخلية وديون خارجية. فعلينا ان الان الديون امر طبيعي، كل دول العالم عندها مديونية، اغنى الدول عندها اعلى المديونيات، اكبر الشركات عندها ديون هائلة. لكن المشكلة عندنا في العراق سابقا كان يعتمد على الديون لتمويل عجز الميزانية. وبما ان الموازنه طابعها الرئيسي تشغيلي انفاقي استهلاكي فبالتالي احنا نموت الاموال مدى نشطها، فاذا كنا نريد نداين داخليا او خارجيا يجب ان يرتبط الامر بمشاريع منتجه او مشاريع خدميه عاليه المستوى كالمستشفيات كالمدارس اللي يسوي لنا تنميه بشريه تنمية البشرية بعد خمس سنوات عشر سنوات راح تنعكس إيجاباً على الاقتصاد أيضاً بدون تنمية بشرية ما عندنا إحنا إمكانية أن نطور قدرات شعبنا فبالتالي ماكو دين ماكو دين إلا أن يكون مرتبط بمخرج حقيقي ممكن أن يستفاد منا المجتمع ويستفاد منا شعبنا ويستفاد منا البلد ناقشنا كثير في الموازنة التشغيلية وفي الموازنة الاستثمارية وتوصلنا إلى رؤية جيدة كيف نمول المشاريع الاستثماريه، ليس بالضروره كل المشاريع الاستثماريه التي تقوم بها وزاره التخطيط تمول من الموازنه. الان فتحنا مجالات تمويل كما يسمى بالصندوق الصيني، نفس ما تكلمت عنه من قروض لاكتتابات، مخرجات وارباح المشاريع اللي ممكن هي ان تكون مورد وتمويل الى كما تعمل اي شركه هي تكون المورد الرئيسي لتمويل هذه المشاريع، اذا عده اتجاهات تعمل على تمويل مشاريعنا في القطاع العام، ليس فقط الموازنه، لان كل سنه احنا نخلي مشاريع ومشاريع طموحه جدا، لكن لما نجي الى التطبيق نجد ان هناك دائما قصور في تمويل هذه المشاريع او في تنفيذها، وبالتالي يصبح عندنا هياكل متلكئه، نصرف عليها اموال اندثارات الآن بلغت خمسة آلاف مشروع متلكئ قيمها مليارات الدولارات كلها متلكئة دعاوى كثيرة بيننا وبين المقاولين مشاكل بين دوائرنا أيضا وكل الحالة هذه حالة غير صحية الآن توصلنا إلى رؤية كيف ننظم هذه المشاريع المتلكئة أنطيكم فكرة مثلا في المشاريع الخاصة اللي موجودة من هيئة الاستثمار زين حسب تقارير وصلتنا المشاريع المتلكئة في هيئة الاستثمار كانت حوالي 989 مشروع من واحد من بداية هذه السنة 2019 أعيد أعيد 344 مشروع هاي هم لازم ندقق بها شون أعيد شون كذا بس أنا أقول كأرقام زين قيمتها 989 مشروع متلكئة زين قيمتها 17 مليار دولار الان من اعيدت يعني تحرك 17 مليار دولار هي خارج ميزانيه الدوله ما تحرك من عماله 61 الف فرصه عمل يعني ما جمدته من عماله عندما توقفت هذه المشاريع توقف عندي حوالي 61 الف فرصه عمل ما وقفتهم من عماله بالنتيجه غير مباشر يعني من تتوقف عماله في قطاع تتوقف عمالات في قطاع اخرى ما وقفت 304 فرصه عمل يعني احنا بحدود 350 الف فرصه عمل عندما يحصل عندي مشروع مخطط له يتوقف هذه هي النفقات الراسماليه اللي نخسرها وهذه هي فرص العمل اللي نخسرها من 121 مشروع متلك اخر في المرحله الثانيه هاي مرحله نفذت خلال ثلاثة اشهر الاولى في بعد الثلاث اشهر الاولى و121 مشروع 9.7 مليار دولار قيمه المشاريع اللي تلكات اللي الان اعدناها الى الخدمه ما تمثل من فرص عمل 92 الف فرصه عمل عندنا اليوم اكو شغل على مثلا 52 مشروع اريد اقول لما تتلكأ مثل هذه المشاريع زين يقين انا ازيد البطاله هذا في القطاع الخاص كيف في القطاع العام فاحنا نتكلم هنا عن اعداد هائله من فرص العمل للضيء عندما تتلك المشاريع ونتكلم عن مليارات مئات مليارات الدولارات عندما تتلك المشاريع اخطر شيء ان نوقف مشاريع اخطر شيء فبالتالي يجب ان نخطط في الميزانيه تخطيط صحيح حتى ننشط الموازنه كلكم انتم ماليين واقتصاديين تعرفون الوضع احنا من 2014 الى بدايه 2019 عندنا السلف غير مسدده حوالي 13 تريليون دينار سلف غير مسدده من 2014 الى 2018 اذا حسبنا من قبلها اذا حسبنا من 2004 الى 2014 104 او 106 تريليون دينار سلف غير مسدده هذا كله تشوهات خطيره هذا كله لا يعكس ارقام حقيقيه في الاقتصاد فعندما نأتي نقول اكو في الخزينه هذا المال هذا صحيح لكن احنا ما نحسب بقيه الاقتضامات بقيه ما ياكل في الموازنه من انسدادات غير ظاهره للراي العام بس موجوده في بطن ميزانيتنا وموجوده في بطن سلوكياتنا الاقتصاديه و المالية فعندنا مشاكل من هالنوع احنا نريد في هذه الموازنة أن نبدي إصلاحات جدية لذلك إذا نذهب إلى موازنة المشاريع والأداء لذلك نريد نسوي تصحيحات وتحسينات تناقشنا الآن في النفقات التشغيلية رأس مالية الاستثمارية لاحظنا في الجانبين في جانب الموارد احنا نستطيع أن نعظم مواردنا بأشكال مختلفة وممكنة ممكنة أن نسوي سلسله من الاصلاحات، جبايات صحيحه، نقدر نسوي ادارات ماليه صحيحه، نحسن من مواردنا كثير، مجرد تنظيم اداري، مجرد تنظيم في السلوكيات دون الكلام عن تعظيم موارد عبر منتجات جديده. كذلك في النفقات. احنا نلاحظ مثلا اليوم دوائرنا الماليه لما نحسب ال 15 سنه الماضيه لا تنفق الموازنات سواء استثماريه او تشغيليه. للاسف الشديد أصبحت القاعدة في نهاية كل عام تأتي الوحدة المالية إلى وزارة المالية إيش قد كان أدى مخصصات في العام الماضي تفترض أن نضيف عليها 10% 5% 15% تخلي مشاريع مفيدة مشاريع غير مفيدة بها كثير من المزاج بها كثير من المزاج هذا مسألة غير صحيحة ما بها أي رشود ما بها اي رقابه، الامر لا اقتصادي، الامر لا رشدي، الامر مزاجي وبالتالي تصرف الاموال وتبقى هذه الاموال دائما بها نقص، الافضل ان نضع ارقام صحيحه تصرف تنفق، لذلك عندنا علاجات ايضا في هذا الجانب، ايضا الان بصدد تسويه إيه؟ علاقه بين الـ الـ الوحدات المختلفه. شلون لح نتعامل مع كردستان؟ هل شنو التسويات اللي لازم نسويها؟ شلون نستلم مواردات صادرات النفط شلون نقدر نسوي المستحقات بين الاقليم والحكومه الاتحاديه ملف شائك معقد يجب ان نذهب له حقيقه بروح صحيحه سليمه كدوله عراقيه موحده كشعب عراقي موحد كيف نحل هذه المشاكل لمصلحه الجميع بدون حيف على احد اعتقد هاي اشياء مهمه الان اتفقنا عليها نحاول رغم التاخر اللي صار في الموازنه بسبب الاحداث الاخيره المؤسفه، لكن احنا ما توقفنا عن عملنا، تاخرنا بعض الشيء، نحاول ان ننجز عملنا خلال الفتره القصيره القادمه حتى نقدر نقدم موازنه جيده نكون مسؤولين عنها امام مجلس النواب بكل احتياطاتها، بكل المناعات المطلوبه، بكل المرونه اللي نحتاجها، فبالتالي طلبنا الان لنستمر نستمر، طلبنا ان نراجع فلسفتنا في اعداد الموازنه حتى نقدر نقدم شيء، لا ادعي ان نقدر نسوي كل هذا العام، لكن اذا قدرنا نخطو خطوات بالاتجاه الصحيح السنه القادمه والسنه اللي بعدها راح نقدر نسوي اشياء افضل، الان الحسابات الختاميه ايضا موجوده عندنا ايضا ممكن نقدمها مرفقه مع هذه الميزانيه وهذا امر جيد حتى لو يكون اكو نواقص لكن عمل منجز بنواقص احسن من لا عمل لا يحاسب عليه وبالتالي نضع وثائق نضع ارقام امام شعبنا امام مجلس النواب حتى يدقق في هذا الشيء مثل ما اتفقنا اللجنه هاي تجتمع اليوم باسرع وقت دائما حتى مطلع الاسبوع نعاود هاي الاجتماعات حتى ما يتوصلون الى نقدر نخليه عسى ان نستطيع خلال ايام ان نقدم الموازنه الى مجلس النواب